معكم خبر انه هالرانج روفر سبورت سوبر شارج 6 سلندر 2018 دايناميك وبقلبه هيد اب ديسبلاي ضو نعم فيس ليفتد من رانج روفر كومبينيشن جلوسي جراي وجلوسي بلاك ولا احلى من هيك. سنسر الامامي عادي اللي مش عادي رادار فانكشن هالرانج روفر بيقدروا يفهم لوحده عند الزوم مع اللين اسيست جان دايناميك 21 انش ويلا على السحبات شوفوا شبك الرفراف الكومبينيشن اللي اتفقنا عليها مثل شبك الغطاء فريم ليزاز جلوسي بلاك المرايا نعم بيفتحوا على الكهرباء طبعا بقلبه بلايند سبوت بدوره بيفتح البصمه وبوابه شفط صحباته حلوين ومميزين ومن جديد شوفوا ستوبات اللد الحلوين طبعا غطى صندوق كهرباء واكيد سنسور وكاميرا على الاريير اجى الوقت نعمله مبرمي حوالي هالرانج روفر سبور المميز داخلية سوداء بلايند سبوت بقلب الباب نعم كرمال السيفتي شوفوا الفورمايكا الجراي ولا احلى من هيك ولا عم يسأل عن ساوند سيستم نعم ميريديان دبل اي سي دبل هيتد سيتس وهذا المفتاح جديد كليا طبعا من رينج روفر هيد اب ديسبلاي تابلو ديجيتال ستيرنج ويل اول شيء بنبلش انه مالتي فانكشن عندنا كبسه الرادار كبسه لين اسيست تحديد المسار كمان هيتد والاحلى واحلى انه تاتش نعم بتتدلل بقلب الرانج روفر اللي عم يسأل عن كبسه السعاده نعم هون بتلاقيها هيدي الشاشه كلها تاتش هوب توب كبسنا حتى نشوف الكاميرا على الاريات مع امكانيه نتحكم بالانجل تبعها فهالشاشه كمان تاتش رمال الهيتد سيت عندنا كولر بوكس والمفاجاه هي فتحه السقف بتتدلل بالرانج روفر بهيدي الطريقه بتفتح الفتحه كذلك الامر بتوقفها وبترجع بتسكرها ودائما بنقول الله يقعد ضربات ويهني صاحب النصيب صوره سعره على الويب سايت اركين موتورز